السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أيها الأحباب، سعداء باللقاء معكم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة. اتكلمت قبل كده في حلقات سابقة عن هلكة العرب، وإن هلكة العرب لها خصائص ولها حالات متفرقة، يعني مش نمط واحد. يعني لو أنت عايز تتخيل سيناريو معين لهلكة العرب لازم تحط في ذهنك أكتر من تصور. وعملت قبل كده حلقة بث مباشر وكلمتكم بالتفصيل في هذه الحلقة عن الأنماط بتاعت هلكة العرب التي لا أو لن ينجو منها إلا القليل. ولكن يعني يعتبر أهم نمط من أنماط الهلكة استحلال البيت، النيل أو محاولة النيل من قدسية هذا البيت. وقلت لكم كلام مهم إن هذه الهلكة ستكون هلكة عامة، لن تكون هلكة خاصة، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إن كثر الخبث، أو إذا كثر الخبث. أحد المنتمين إلى قبائل المملكة السعودية، بلاد الحرمين بتعبير أدق، هذا الرجل تكلم بكلام خطير جدا جدا. بس هذا الكلام يحتاج أن أنت تسمع الأول ماذا قال هذا الرجل، ثم نعود إليكم علشان نفصل ليكم إيه أهم معالم هذا الكلام اللي بيبين خطورة المرحلة الحالية، مش القادمة، مش القادمة، لا، الحالية اللي احنا عايشينها. تعالوا لمدة 3 دقائق وشوية نستمع ونعود إليكم. أين رجال الله في بلاد الحرمين؟ أين رجال الله في بلاد الحرمين؟ على أرض الحرمين عندنا 72 قبيلة، 72 قبيلة على أرض الحرمين، هي قشطة العرب كلهم. من بين هذه 72 قبيلة هناك أقوى 10 قبائل في العالم، قبيلة عتيبة وعنزة وغامد وزهران وقحطان والدواسر وشمر ومطير وجهينة وبنو تميم. هذه القبائل 10 هي أقوى 10 قبائل في العالم، لا يناظرها في القوة إلا ربما قبيلة البشتون. هذه قبائل محاربة، محارب، قبائل العربية قبائل محاربة، وليست مثل قبائل الصين ولا روسيا ولا شرق آسيا أعداد على الفاضي والملان. قبائل بلاد الحرمين قبائل حمالة سيف، كابرا عن كابر، قبائل محاربة ومجربة، يمكن مثلها قبيلة البشتون قبيلة محاربة أيضا، وهم مسلمين. يعني ليس من المقبول عقلا ولا ديانة ولا على مقاييس الرجولة أن ترى هذه القبائل أرض الحرمين تسلم لليهود وهم ينظرون وينتظرون. ينظرون لماذا وينتظرون ماذا؟ يعني عندما نتحدث عن قبائل بلاد الحرمين مثلا نذكر غامد وزهران، أذكر غامد وزهران، عقد رسول الله عقد لهم الرايات بيمينه. يعني عيال غامد وزهران النبي بنفسه عقد لكم الرايات، أين الرايات التي عقدها لكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندما نتحدث عن عتيبة التي أتشرف بالانتساب لها، ألسنا نفخر على العالمين بأننا من استرضع الرسول في باديتنا؟ ونفخر على العالمين أن أول لقاء بين رسولنا وبين جبريل كان في مضاربنا؟ أين حق رسول الله علينا؟ 10 قبائل هي الأقوى على مستوى العالم والأكثر شجاعة والأزخر تاريخا في البطولة والنخوة والفزعة. يصل اليهود إلى مقام رسولنا سيدنا رسول الله وإلى كعبة أبينا إبراهيم وأنتم تنظرون؟ الأمر لا يمكن استيعابه ولا يمكن القبول به ولا يمكن فهمه، يعني صعب فهم الموضوع. ورع بن سلمان هذا ورع يا جماعة، يفصل لكم العبي ويعين لكم مشايخ، أين الشيوخ وحمالين الدم وحمالين السيف؟ يعني أخبروني كيف أقنعكم أن الموضوع الآن جدي، الموضوع الآن جدي، وكيف أقنعكم أننا نحن الآن في ساعة الصفر؟ كيف أقنعكم بأنكم إذا لم تتحركوا الآن فلن تتحركوا أبدا، وإذا لم تتحركوا الآن ستصبح المساجد 3 تحت سيطرة اليهودية خلال شهور قليلة؟ هذا نداء للقبائل العربية في بلاد الحرمين. بلاد الحرمين تسلم لليهود، وهذا الأمر ليس تحليل سياسي بل هو منظور واقع، وأعتقد رؤيتكم لنجاسة اليهود تصل بأقدامها النجسة إلى مكة وإلى المدينة وإلى عرفة وإلى قبور الصحابة وإلى البقيع وإلى جوار قبر رسول الله، هذا أكبر دليل أن الموضوع ليس تحليل سياسي، موضوع واقع نعيشه. مشروع نيوم هو نفسه المشروع التوراتي الوارد في سفر التكوين، نيوم مملكة نيوم التوراتية. لذلك نحن يعني ننخاكم
الوصول إليكم صعب؟ يعني لا نستطيع نحن أن ندافع عن مكة والمدينة، أنتم جيرانها وأنتم الأصل أنكم أنتم حمالين مسؤولية حمايتها وبلاد الحرمين. يعني لعل أخطر ما قاله هذا الرجل كما استمعنا شرارة تنازع القبائل، هو ده اللي أنا أفهمه من هذا الكلام، لأنه بيتكلم عن طبعا هو من إحدى القبائل اللي في السعودية، أو بيقول إن إحنا عندنا في السعودية يعني أشرس وأقوى 10 قبائل على مستوى العالم من حيث القتال. تفهم إيه من الكلام ده إلا أنها بداية شرارة تنازع القبائل؟ وطبعا بيتكلم عن استحلال البيت بصورة غير مباشرة، اللي هي إيه؟ اللي هي دخول البعدة، دخول اليهود إلى الأماكن المقدسة، وده أقوى وأبشع أنواع استحلال البيت. فهي ديت بداية هلكة العرب اللي بنشوفها بتتحقق، وتنازع القبائل أيها الأحباب إذا بدأ لن ينتهي، ولن يستطيع أحد أن يطفئ شرارة تنازع القبائل. أنا عايز أقول لكم حاجة، هو الحديث بتاع تنازع القبائل جه في روايات ضعيفة في نعيم بن حماد. أنا شخصيا أعتقد أن تنازع القبائل سيحدث بقوة، وهيكون لدور كبير جدا جدا في اقتتال الثلاثة أمراء. وإن حاجة موجودة على أرض الواقع مش تخمين مننا، إن دلوقتي كل أمير من الأمراء اللي مسيطر على إمارة جدة واللي مسيطر على الرياض، كل واحد منهم تابع له قبيلة من القبائل اللي اتكلم عنها، وهذه القبائل قبائل محاربة، فلا بد من تنازع القبائل ان هو يحصل. اول ما كل امير يبتدي ان هو يتمرد، والموضوع هيجي هرمي. عارف يعني ايه؟ يعني الدولة اللي هي مسيطرة دلوقتي اللي هي امريكا، اللي هي مكتفة القبائل ومكتفة الناس كلها قواعد، اول ما تسحب نفسها نتيجة لانشغالها بامور عظام تخصها اكبر، هيبتدي الأمراء يتجرؤوا، ومن ورائهم القبائل، ويحدث تنازع القبائل. علشان حد يسأل يقول ايه اللي مكتف القبائل في السعودية عن اللي بيحصل من انتهاكات في الحرم وفي الكلام ده كله، اللي مكتفهم القوى الأكبر. هي مسألة موازين قوى، في فترة معينة هتختل هذه الموازين بقوة، وتتحقق الأحاديث النبوية، وأرى أن هذه المرحلة باتت قريبة جدا جدا. يعني طبعا ده أهم ملمح من الملامح اللي قالها، وبيقول ساعة الصفر أن الموضوع اقترب، وأنا أؤيده في هذا الأمر جيدا. بارك الله فيكم أيها الأحباب، شارك وانشر هذه الحلقة على جميع المنصات. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.